سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الحين نهضروا فيه اليوم على لي ماشين وانواع لي ماشين. قبل ما نهضروا على هذا الموضوع، من فضلكم، ليس امرا، اشتركوا في قناتي، فعلوا الجرس لياتيكم الجديد، وبارطاجوا في مواقع التواصل الاجتماعي من فضلكم. خلي القناة تطلع، خلي الفائدة تعم، وشكرا. عندي لا ماشين هذه كما راكم تشوفوا فيها، سي اون ماشين تري زونسيان. هذه ماشينتي القديمه، راهي فايته لي 20 طون، وكسبت ما قبلها. هذه بارمي لي ديرني اللي حكمت، ما قلت لكم راني فايته لي 25 طون وانا في الخياطه. كسبت واحد لي 5 ماشين في لي ماشين هادو الصغار، هادو اسمهم لي ماشين فاميليال. هذه ماشينه صغيره تاع العائله، وكان يخدموا بهم الكوميرس كيما هادو القدم، تيلمو راهم سوليد يخدموا لك الكوميرس عادي. انا خدمت بها ما شاء الله، خدمت بها الخير والبركه. نقدر نقول لكم يعني بنيت بها الدار مع زوجي، يقول لك اذكروا نعم الله عليكم، والحمد لله والفضل والشكر لله. عندي الميتي تاعي مليح، يعني كنت عندي الخدمه كنت نحكم، وهاد الماشينه عاونتني بزاف. باش نقول لكم، الماشينه هذه تطرز، الطرز تاعها روعه. تخدم هذا الحر، هذا كيخرج في وقته. ما كانش لي بوبين هذو الكبار، كانوا دي بتيت بوبين صغار، كنا نسموهم التيرزي. نخدموا بهم معاونه في الطرز، ولا تخدم وحده، وكل وحده والصنعه نتاعها، كل وحده ولا مان نتاعها كيف تقدر تخدم به. فريمون كانت الخدمه به هايله. وحده كيما انا خدمت بهذه، كلش كنت نطرز بها في الحرير، في الخيط، في التيرزي الدوغي ولا الارجنتي. خدمت بها لي ناب ولي سيرفيات، باغون بكري ما كانوش هادو يتباعوا لي ناب ولي سيرفيات، ولا دوكا كلشي في السوق الحمد لله، يعني الانسان ما عادش يكسر راسو. بكري كنا نخدمو كلشي على ماشين. خدمت بها الفتله، الفتله خدمت فيها ما شاء الله، يعني ما قعد ليش دي موديل. عندي الكراكو تاعي، مي حتى نتفكر وين حطيتو ونجبدو نعتو لكم. هذاك الكراكو فريمون تكذب لك، كان هذاك الكراكو تخدم هنا، يعني ناس مختصين في الفتله، واصلا ديفيسيلمون فاقوا بلي الكراكو هذاك مخدوم على ماشين، اون بليس لا ماشين هذي تلمو يعني صغيره وظريفه. انا نقول من ماشين تاع لي جوي، بصح وحده راهي مبتدئه وراح تدخل عالم الخياطه، كون تلقى اون ماشين كيما هذي ما تتلقاش من يدها. سي اون ماشين انكرويابل، كيما في تويوتا، في سانجير، البرودر، هادو ثلاثه، ايوا هادو هما ثلاثه، سي لي ميور مارك اللولين اللي بدينا بداو بهم لي ماشين، واللي بدينا بهم الخياطه، يعني اللي راهم من جيلي راهم يعرفوها تري بيان. سي اون ماشين انكرويابل حق، راني محتفظه بيها، ودك بنتي راهي تدرب عليها باش نعود نخيط ليا ونعود نعرف. انا ما نحبش ما حيباش نخليها تمشي ميدان الخياطه، انها عندها قرايتها، مازال تتبع في القرايه، خياطه ما هربش. الاخوات اللي حابين يدخلوا عالم الخياطه، حابين يديروا مشروع مصغر، كنت تبدا ماشينه كيما هذه مليحه، ننصحك بها، احسن من الماشينات تروح تشريها جديده. علاه؟ ماشينه جديده راهم شراوها بزاف، يعني شراني يعني نقطع في رزق الناس ولا مي، راني نهضر لك عن التجربه والناس اللي نعرفهم والبنات اللي تعلموا عندي، راحوا شراو لي ماشين جدد كاريمون كامل بلوكي ولهم، ميم با عام، ميم با عام الماشينه بلوكات، ما عادش تخدم مليح. ما تزربش لا بيرسون هذيك اللي عندها كوميرس، اللي عندها خدمه، الماشينه تعود تمشي او غالونتي، سمع عود هنا مشكل في الموتور، كاريمون هنايا تبلوكي، عود الخيط يتقطع. فريمون فيها مشاكل بزاف هادو جدد، اي سون با سوليد. ما نهضرش غير بالك ان هادو اللي خرجوا فيهم لانفورماتيك سون ديجيتال، هادوك شويه غاليين، ماش ناس كامل بوف سو بيرميتر دي ماشين من الغالي هذاك. باغ كونتخ هادو كون تلقاوهم اللي بغات مستعملين، راهم ما يفوتوش 700 ألف، 800 ألف، راهم في الفيسبوك شفت ناس بزاف يبيعوا فيهم، فريمون روعه. هادو يعني كنصيحه من عندي انا، اللي حب تبدا في الخياطه تستعمل ماشينه من هادو القدم، هادو تاع الموتور راهي بتريسيتي. وقلت لكم وشو بلي تخدم فيها دي بياس كي من هك. لي بياس هادو سي لي موتيف نتاع هاد لي موديل تاع الطرز اللي هنا، راهي تتحل من سي دي بواط كبار، فيهم لي بياس هادو، راهي بلوس دو فيها 56 موتيف تاع لي بياس هادو. وهذا سبيسيال تاع الخياطه، هذا جوست ما نحطو باش ندير الخياطه، تبلاصي هنا تقفل عليه وتبلوكي دوك هكا، تحط لا بياس تقفل عليها وترجعها هكا، راهي مبلوكيه، كي تعود تخدم تعطيك لو موتيف اللي خيرتي. خدمت بهم انا كلكو موتيف، باسكو قلت لكم بكري كنا نخدموا لي نابي لي سيرفيات على ماشين، انا خدمت منهم ما شاء الله، خدمت منهم حتى العرايس. هذا واش نقدر نقول لكم على لا ماشين هذه فاميليال.
باش ما نطولش الفيديو. ندير لكم فيديو خلاف باش نهضر لكم على ماشين اندستريال، واش من ماركه تقدروا تستخدموا وكيفاش توالفوا عليها. هذا اللي نقدر نقول لكم في الفيديو تاع نهار اليوم. نتمنى انه يكون يعجبكم، بارطاجيوه من فضلكم، ونخليكم على خير ومع السلامه.